السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المتفرجين على قناة كريم تيك. في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى مشكل تعطل تكتيل. الهاتف سامسونج جيدو واحد سبعة ثمانية تسعة لا تعمل فقط الثلاث أزرار سبعة ثمانية تسعة لا تعمل. قم بفتح الشاشة كما تلاحظون، استغفر الله العظيم. أتمنى إخواني أن يظهر لكم ما سأفعل جيدا. الخطوة الأولى هي تسخين هذا الآي سي، والنظر إذا استجاب التكتيل أم لا. الخطوة الثانية وهي التغيير نفس المشكل، إذن سنغير الآي سي إن شاء الله. الآي سي الذي سنقوم باستبداله هو هذا، هنا شاشة نفس النوع الآن. أنتم كيفما تشوفوا التكتيل أصبح يشتغل بشكل عادي. كان المشكل هنا في هذا الصف سبعة ثمانية تسعة خمسة أربعة، لجميع الأرقام أصبحت تشتغل. فقط كل ما غيرناه هو أي سي الخاص بالتكتيل.
هذا. اتمنى يا اخواني اذا عجبكم الفيديو تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم ودعمونا بشي لايك، والمهم سجل شي تسجل معايا في القناة من اجل الدعم ديالي. ولا عنده شي تعليق او لا عنده شي تساؤل انا مستعد للجواب عليه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.